حيث تم استهداف العنت، أهم قاعدة عسكرية في اليمن بطائرة مسيرة. لماذا تنجح الدفاعات الجوية في مأرب والساحل الغربي وتفشل في العنت؟ التحالف بقدراته العسكرية الهائلة، هل يتعمد ترك هذه المواقع دون حماية؟ أهلا بكم. طائرة مسيرة تستهدف عرضا عسكريا كان يقام في قاعدة المعسكر التدريبي بالعند في محافظة لحج بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والمحلية، أسفر عن سقوط 4 قتلى و8 جرحى. تقول المعطيات إن الطائرة انفجرت على مسافة 300 متر تقريبا من مكان العرض العسكري. ما حدث في قاعدة العند الجوية أحيط بالكثير من التساؤلات والشكوك. لماذا لا يوجد في القاعدة صواريخ باتريوت لحمايتها؟ لماذا الدفاعات الإماراتية لم تصد هذه الطائرة رغم أن المنطقة خاضعة للإمارات عسكريا؟ هل فعلا أخفقت الشرعية والتحالف في حماية القيادات العسكرية المهمة للدولة؟ أم أن هناك أبعادا أخرى وأعداء آخرين؟ هل للإخفاق في معركة تحرير تعز أثر في ترك هذه المواقع مكشوفة لميليشيا الحوثي؟ من لحظات حياته في المتارس والخنادق باليأس أو بالانهزام رغبا. فعالية عسكرية في أهم قاعدة عسكرية في البلد وبحضور قيادة الصف الأول للجيش، كل ذلك لم يمنع طائرة مسيرة من استهداف فعالية كهذا والوصول إلى منصة الحفل. 5 قتلى و15 جريحا من الجنود والضباط في قاعدة العند العسكرية وسط ذهول رسمي وشعبي حول الفشل الاستخباراتي للشرعية والتحالف وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية مثل هذا التجمع لأهم قيادات الجيش. ميليشيا الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن الحادثة، وفي حين لم ينتهي بعد صدى كلمات المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بالأمس وتمسكه بمشاعر التفاؤل بتحقيق حل سياسي للأزمة اليمنية، تأتي مثل هذه الجرائم لتذكر الجميع بطبيعة الحركة التي يراد إجبار الجميع على التعامل معها بوصفها طرفاً سياسياً وشريكاً في معادلة السلام. اليوم بدا الجيش هشاً وكأنه تائه وسط أعداء كثر، وظهر قادة الجيش وكأن ليس لهم من الأمر شيء. فمن يملك الأمر في البلاد إذن؟ انصراف التحالف نحو بناء تشكيلات عسكرية موالية له في المناطق المحررة على حساب مؤسسة الجيش كان له الأثر الأكبر في إضعاف الجيش الرسمي وإفراغه من نفوذه الطبيعي كجيش للدولة. أجهزة الاستخبارات وهيئة الأركان والحرس الرئاسي أصبحت مؤسسات غير فاعلة بسبب طريقة تعامل الرياض وأبو ظبي، الأمر الذي يجعل البلد في أيدي ميليشيات خارج نطاق الدولة سواء في صنعاء أو في عدن. الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر ينتظر أن يكون لهما موقف إزاء هذا الوضع الهش للجيش بعد 4 سنوات من البناء والتمويل والتسليح، لا سيما وأن المستهدفين اليوم في حادثة العند محسوبون على الرئيس هادي كما يقول ناشطون. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الخبير العسكري العميد محمد جواس من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العميد. أهلاً، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. إذا كيف تلقيت بداية خبر استهداف مباشر من طائرة بدون طيار لقاعدة العند في وجود أهم القيادات العسكرية؟ نعم، كان الحادث اليوم في العند يعني مؤسف وأدى إلى يعني شهداء وجرحى، وهو أمر يعني له أسبابه العسكرية وله تداعياته السياسية، ولهذا كان الأمر الواضح بالنسبة لقدرة هذه الطائرة الوصول إلى العند هو نتاج يعني خلل في عسكري في منظومة الدفاع الجوي، وأيضا ربما خلل أيضا في العمل الاستخباري الذي تمكن الميليشيات الحوثية من اختراق
هذا الأمر. نعم. هذا الخلل العسكري الذي تتحدث عنه، الفعالية وتحديد المكان. نعم، هذا الخلل العسكري الذي تتحدث. نعم، تحدثنا وقلت ناتج عن خلل عسكري. هذا الخلل العسكري أدى إلى حدوث كارثة حقيقية ومؤسفة، كما قلت مؤسفة لسقوط ضحايا ومؤسفة أكثر لعدم تأمين قاعدة عسكرية مهمة بوجود قادة عسكريين مهمين أيضا. كيف تفسر الأمر؟ نعم، الخلل بالنسبة لمنظومة الدفاع الجوي خاصة في التعامل مع الطائرات المسيرة بهذا الحجم الصغير وبهذا الارتفاع المنخفض، كان يفترض أن يكون هناك توقع من القيادات الميدانية في المعسكر نفسه أنه سيتم، كان التوقع محدود جدا أنه هذه الميليشيات ممكن أن تقوم بعمل عسكري معين باستخدام الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيرة، وكان مفروض القائد الميداني أن يحدد اتجاهات الاحتمال وصول هذه يعني الاتجاهات المحتملة للعمل هذا العسكري، وبالتالي كان فقط يعني يفترض عليه أن ينظم استطلاع بصري وبعض شبكات الدفاع الجوي الخاصة بالرشاشات الخاصة بالمضادات للأجسام الطائرة. هذا النوع من الأهداف يجب أن يتعامل بأسلحة يعني متوسطة ورشاشة، وأيضا صواريخ دفاع جوي صغيرة مداها قصير، وهذا هو السلاح الأنسب لمواجهة هذا النوع. وهذا الأمر يعني إذا قلنا أنه يجب على القائد الميداني الموجود في المعسكر أن استخدام الظروف أو استخدام الإمكانيات المتوفرة، فكان يستطيع أن ينظم بعض الاستطلاعات البصرية وبعض شبكة النيران لأسلحة رشاشة أعتقد أنها متوفرة، ويمكن أن يقصف أو يسقط هذه الطائرة على بعد يعني كيلومترات معينة بحيث يكون ضررها ضعيف أو ضعيف جدا أو يكاد أن يكون ليس لها أي ضرر. هذا الأمر الذي إذا نستطيع أن نناقش فيه عسكريا من حيث الخلل في منظومة الدفاع الجوي. سؤالك أنه لماذا لم تستخدم صواريخ الباتريوت أو مثل هذا؟ هل يعقل أن هذه المناطق يعني مفتقرة يعني منظومة دفاع جوية؟ هذه منطقة عسكرية وليست منطقة يعني مدنية مثل ما يحدث في مأرب، فيها أهداف اقتصادية ضخمة. هذه منطقة عسكرية واسعة الجغرافيا، ولهذا أيضا لها سلسلة جبلية كبيرة، وهذه الطائرة حجمها صغير بحيث لا يتم الالتقاط الراداري. هذه الصواريخ تعمل بالنظام الراداري، وهذا الالتقاط للحجم الصغير يكون فيه صعوبة، وأيضا هناك أيضا انخفاض هذه الطائرة على مستوى الأرض أيضا يؤثر يعني في عدم التقاط الراداري، والتعامل مع هذه النوعية من الطائرات سيكون صعوبة بالنسبة لصواريخ كبيرة مثل الباتريوت الذي ممكن يستخدم في مواجهة الصواريخ البالستية الكبيرة المدمرة. هذه الطائرات يجب التعامل معها بصواريخ صغيرة برشاشات خاصة مضادة للطيران متوسطة المدى 2-3 كيلومتر 4 كيلومتر، وهذا سيكون فعال أكثر من صواريخ الباتريوت الذي أصلا هي مكلفة بشكل كبير جدا، ربما الصاروخ يكلف 3 مليون دولار، بينما الطائرة المسيرة المصنعة إيرانيا بخبراء إيرانيين ممكن لا يتجاوز سعرها 15 ألف دولار. وهذا الأمر يجب أن يتم التعامل بالسلاح الأنسب في مواجهة هذه الصواريخ أو هذه النوعية من الأهداف. نعم، لكن يعني الخلل الذي تتحدث عنه سيادة العقيد لا يعقل، خاصة أنه نحن نتحدث عن أهم قاعدة عسكرية، يعني هل لم تتح التدابير الكافية لمثل هذه الهجمات، خاصة ونحن نتحدث عن يعني طائرة مسيرة تحتاج إلى ربما يعني كما وصفت أنت دقة عالية في الحماية، لا يعني هل تفتقر المناطق العسكرية؟ لا يفترض أن تكون هي الأشد حماية خاصة وهي تحوي ل يعني عدد كبير من القيادات العسكرية، يعني شيء غير منطقي لا يدخل العقل أن يتم إهمالها بهذا الشكل.
القاعدة العسكرية قاعدة العند قاعدة كبيرة جدا، تحتوي على مطار حربي نصفها تبع القوات الجوية ونصفها ألوية مشاة وفقا لطبيعة الحرب التي حصلت في 2015. أكثر الوحدات العسكرية الآن متواجدة هي ذات طبيعة مشاة، تتم وفقا لمتطلبات كانت الحرب 2015. جاهزية القاعدة العسكرية إذا يعني تقريبا هي منتهية، وإن كان لابد أن تفعل فهي في موقعها الاستراتيجي يجب أن تفعل وتعزز بأمور كثيرة جدا، إلا أنها الآن عبارة عن ليست بالوهج الأول، وخاصة منذ عام حرب 94 كان هناك اللواء صواريخ كفدرات دفاع جوي يحمي هذه القاعدة بشكل عام، تم سحبه بعد انتصار سلطة 77 علي عبد الله صالح، ثم وزع هذه الصواريخ. الآن في كتيبة من هذه الصواريخ موجودة في صعدة استولت عليها الحوثية، ولهذا لابد أن تجدد هذه القاعدة بشكل أكثر فعالية، ويتم فيها توزيع الأسلحة بشكل مضبوط، وتنظيم شبكة دفاع جوي بما يتناسب وفقا للجغرافيا والتضاريس الموجودة في العند، وأيضا وفقا لطبيعة العدو وأسلحة العدو أو العدو المحتمل. وهذا الأمر يقاس قياس عسكري مضبوط، لأنه أسئلتكم هي عبارة عن كأنه يعني تحقيق أو نعطي إدانة معينة لجهة معينة، غير صحيح، لأنه فنيا وتكتيكيا أنا متخصص على صواريخ الدفاع الجوي، وأعرف أنه هذا الارتفاع لا يمكن أن يتم التقاطه راداريا بصواريخ الباتريوت أو صواريخ سام 6 المعدلة الذي كان يمتلكها الجيش الوطني. لكن يعني أنا سأسألك سؤال عند النقطة الأخيرة التي ذكرتها، نحن لا نريد أن نوجه اتهام لأحد، ولا أتمنى أن يكون هناك متهم في مثل هذه الحادثة، ستكون الكارثة أكبر بطبيعة الحال، ولكن سأسألك سؤال يتعلق بهذه النقطة، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الباحث والمحلل السياسي عبد العزيز الهداشي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم وتحية لكم ولضيوفكم الكرام. اهلا بك. إذن استاذ عبد العزيز، يعني تعد قاعده العند من اهم واكبر القواعد العسكريه باليمن، كيف تفسر هشاشه دفاعاتها بهذه الصوره وفي لحظه حساسه في عرض عسكري يوجد فيه العديد من القيادات العسكريه العليا؟ هو نوع من الضعف الاستخباراتي، يعني للاسف الشديد حتى الان لا توجد استخبارات عسكريه فعاله. هذا للعلم ان الطائره حلقت لاكثر من لعدة دقائق فوق القاعدة، وكان الكثير من الموجودين في الأرض يعتقدون أنها طائرة تابعة للجيش الوطني في العند. للأسف الشديد لا توجد استخبارات، وهو لا توجد استخبارات عسكرية فعالة، ولا وللعلم يعني نقولها صحيح، الاختراق بطائرة بدون طيار ممكن تحدث في أي دولة في العالم، لأن هذه الطائرة يمكن حتى تتجاوز الحدود وتعبر مسافات كبيرة، يعني المسافات التي يراد لها دون أن يكتشفها الرادار أو يلتقطها أو تراها العين. الطائرة بدون طيار عملية عادية يعني، لكن الفشل هو في الضعف الاستخباراتي وبعدم سرعة التعامل مع هذه الطائرة. مجرد الشعور بوجود الطائرة في المنطقة نفسها أو قريبة من المنطقة كان يفترض أن يتم التعامل معها بشكل إيجابي بإطلاق المدافع المضادة للطيران. طبعا كما قال الأخ والمتحدث الذي قبلي، كلامه كان صحيح 100%، لا يمكن إطلاق صواريخ عليها لأن الصواريخ توجه بالرادار. أنا أتكلم هنا عن عدم التفاعل معها بشكل سريع في محيط العند او قريب من العند، كونها تشاهد بالعين ويسمع صوتها، لكن للاسف الشديد انها وصلت فوق العرض العسكري واستمرت، وربما انها تصور ولا ادري هل تم تفجيرها من، هل كانت برمجه انها تنفجر في الجو ام انها حصل فيها خلل في اللحظات الاخيره فانفجرت. انا سبب المشكله بشكل عام وبشكل كلي هو لضعف الاستخبارات العسكريه او هشاشه الاستخبارات العسكريه، هذا بالدرجه الاولى. وفي القاعده العرض
امنوا من الحوثي او ظنوا انهم في امن من الحوثي، فهناك نوع من الاهمال او الاسترخاء الذي جعل المدافع المضاده للطيران لم تطلق طلقه واحده. نعم، يعني هذا الامان الذي يشعرون به، يعني اليس مستغربا ايضا، خاصه وان هناك هجوم مسبق من قبل ميليشيا الحوثي لمأرب في مثل هكذا موقف اجتماع قاده عسكريين وعروض عسكريه وتم مهاجمتها بكل بساطه، يعني الا يفترض ان حين يتم وجود قاده عسكريين وعرض عسكري ان يكون هناك حيطه اكبر، خاصه استاذ عبد العزيز ان مساله الطائره المسيره معروف انها موجوده لدى ميليشيا الحوثي وتم استعراضها من قبلهم بكل بساطه، يعني كان يفترض ان يتم معرفه او احصاء على الاقل سلاح العدو حتى يتم التعامل معه. الجانب السلبي الاكثر في هذا المجال ان الشرعيه تعرف انها لا تمتلك طائره بدون طيار، والمفروض ان اي طائره بدون طيار في الاجواء اليمنيه يتم التعامل باسقاطها لدى الجيش الوطني في اي مكان. على فكره الطائره بدون طيار هي لا تستطيع ان تقصف مناطق استراتيجيه او اهداف استراتيجيه كبيره، لكنها تستطيع ان تقوم بعمليات اغتيال فعاله او اختيار عناصر فعاله. يعني لو تلاحظين الامريكا استخدمتها في محافظه البيضاء بشكل كبير جدا وهي اكثر فعاليه حتى من الطائرات العاديه. هي بالنسبه للطائرات الامريكيه مزوده بصواريخ الفاير. الطائرات الحوثيه اللي هي نسخه من احدى الطائرات الايرانيه تسمى قاصف، او هي طائره ايرانيه قاصف، لم تمتلك تقنيه اطلاق الصواريخ، والا لكان الوضع اخطر. هي الان تسقط اما تنفجر او تسقط قنابل او عباره عن طيران تجسس. قضيه مارب عاده الحوثي يستهدفها بالبتريوت، البتريوت عفوا يستخدم مارب صواريخ بالستيه. نعم. الصواريخ البالستيه يتم التعامل معها بشكل ايجابي عبر البتريوت، لكن بالنسبه للطائره الطيار ممكن ان تقصف في مارب، ممكن ان تقصف، كانت قبل اسبوع في عدن في المعاشي قصفت في قصر رئاسة. للاسف الشديد الحادثه هذا تنبئ او تكشف عورة الشرعية أو سوءة الشرعية أو بداها شاشة الجيش الشرعية المتواجد. للأسف الشديد المنطقة الرابعة في عدن تعمل يعني بشكل منفرد عن بقية المناطق العسكرية، وكثير ولدينا جيش يعني المنطقة الثالثة والمنطقة السادسة والمنطقة، كل واحدة تعمل من رأسها نتيجة عدم وجود غرفة عمليات واحدة أو مشتركة ترسق. للأسف الشديد هو جزء ما حدث اليوم جزء يعني من منظومة من أو يوضح مدى الهشاشية التي وصل إليها الجيش الوطني. نعم، إذن أعود إليك سيادة العميد محمد جواز، كنت تتحدث قبل الهاتف حول يعني أن المسألة ليست قصدية أو ليست يعني هناك طرف يمكن اتهامه، لكن أود أن أسألك يعني فعلا يعني كما تحدث الأستاذ عبد العزيز الهداشي يتضح الأمر أن هناك إهمال في مسألة تأمين المنطقة، المنطقة تعد تابعة للتحالف عمليا، الجيش الوطني يفترض أن يكون أكثر حنكة في هذه المسألة وأكثر يعني قدرة على حماية منطقة عسكرية مهمة كقاعدة العنان. إذا يعني الفكرة ليست فقط في أنها طائرة لا يلتقطها الرادار، ولكن هناك أيضا تقصير في مدى حماية هذه المنطقة، خاصة أستاذ سيادة العميد أن هناك علم مسبق بوجود طائرات بدون طيار لدى ميليشيا الحوثي وأنها قادرة على هذا الاختراق. نعم، عندنا علم أو الجيش الوطني عنده علم أن الطائرات مسيرة موجودة مع الحوثي وتم تهريبها وهي صناعات إيرانية، وإيران أصلا كانت مهتمة بهذا التسليح يعني من بداية الثمانينات، ونقلت هذه الخبرة بطريقة أو بأخرى بالتهريب إلى الميليشيات الحوثية. وهناك أيضا قطع غيار معينة هامة خاصة جزئية من تركيبة هذه الطائرات يعني تم يعني القبض عليها في مناطق محررة كانت ذاهبة باتجاه صنعاء، أعتقد يعني تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وكشفها في
محافظة مأرب. هذا الأمر معلوم بشكل يعني ليس في أي شك، الجيش الوطني يعرف هذا الكلام، وأن هذه الميليشيات تستخدم هذه النوعية من السلاح. لكن يجب أن نعرف شيء واحد في مسألة استخدام هذا التسليح في هذا التوقيت. هذا الأمر هو الذي يؤثر في عملية الاستخدام لهذه الأسلحة. يجب أن نعلم أن الميليشيات الحوثية تطلق على هذه الأسلحة، وخاصة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بالخيارات الاستراتيجية، كانت هكذا تسميها في إعلامها وفي خطابها الإعلامي، واستخدمته أعتقد في مع نهاية 2016 عندما شعرت بكثير من الهزيمة والتقهقر. وبالتالي بعد اتفاقية أو مشاورات السويد وقرار مجلس الأمن 2451 الذي شمل وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب من محافظة الحديدة كجغرافيا، أيضا شمل التهدئة بشكل عام في كل المناطق، وهو الاتفاق هذا السعي لتهدئة يعني ممكن يتقاضى المجتمع الدولي على بعض الاشتباكات في مناطق ساخنة غير الجغرافية حق الحديدة. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الهدف اليوم أو العمل العسكري ليس له غرض تكتيكي، ولكن كانت له غايات استراتيجية فضحت هذه الميليشيات، لأن الغرض التكتيكي هو أن يكون استخدام هذه الأسلحة من أجل وقف هجوم أو محاولة هجوم للميليشيات، لكن هذا لم يحدث. ولكن كان الغرض أنه لغايات استراتيجية، ونحن نعرف هذه الأسلحة مصنفة تصنيف استراتيجي عند الميليشيات الحوثية، واستخدامها لا يكون بأمر القائد الميداني الذي في مواجهتك في الجبهة، إنما يصدر الأمر باستخدام هذه الأسلحة من أعلى هرم من سلطة هذه الميليشيات الحوثية، خاصة استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وبالتالي نعلم أنه إذا كان المسألة من هرم هذه الميليشيات، بمعنى أن هناك معنى توجيه وأوامر من إيران، هذه المسألة واضحة، خاصة هي التي تحدد الأهداف التي يتم قصفها بصواريخ بالستية داخل المملكة العربية السعودية أو في مناطق هامة واستراتيجية في جبهات القتال. وهذا الأمر يحتاج إثبات في هذا الأمر، لأن هذه الأسلحة الاستراتيجية أوامرها استراتيجية من أعلى الهرم، وبالتالي هناك تدخل إيراني مباشر في هذا الأمر. وهذا الأمر يعد في هذه الحالة يعد تحدي لهذا المجتمع الدولي، ويعني تصعيد خطير يهدد مساعي الدولية في عملية السلام بشكل عام. نحن يعني شفنا أن التهديد الروسي باستخدام يعني حق الفيتو بمنع إصدار قرار مجلس الأمن لأنه يدين إيران، هذا الأمر يعني خلى إيران هذه تتجرأ في الاستخدام هذه الأسلحة البالستية، الذي هذه الطائرات المسيرة في الأساس ليست من تسليح جيش الجمهورية اليمنية، هذا يعني تسليح جديد وليس من ضمن مشتريات الجيش أو من ضمن مقتنيات الجيش أو من ضمن مستوردات الجيش. ولهذا معروف هذه الأسلحة كيف صنعت وكيف دخلت وكيف تم استخدامها في الحرب، وما هي الغايات من استخدام هذه النوعية من الأسلحة الاستراتيجية. المسائل تتدخل بها يعني تدخلات إقليمية إيرانية في هذا الاتجاه، وعلى المجتمع الدولي أن يقف بصورة حزمة، لأن التحدي ليس التحدي للشرعية، أنا أراه تحدي للمجتمع الدولي لمساعي جريفيث في 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 مساعي السلام الذي هو متفائل فيها، ويصفها في إحاطة أمس يصفها بأن هناك صفانية وهناك إرادة نقية تجاه للأطراف في البدء في عملية السلام. هذا الكلام ربما أردوا أن يثبتوا النية الحقيقية، يعني واضح أنه ليس هناك نية صافية لهذه الميليشيات أبداً. إذن اسمح لنا سيادة العميد أن ينضم معنا وليد الخولاني، وهو ضابط سابق في الجيش اليمني من تعز عبر الهاتف. مساء الخير وليد. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. إذن طائرة مسيرة
تحدث هجمة راح ضحيتها 4 قتلى و8 جرحى، استهدفت أهم قاعدة عسكرية بها كثير من القيادات العسكرية الهامة. برأيك يعني ألا يوجد لدى الجيش اليمني المدعوم من التحالف منظومة ذكية للتعامل مع هذه الطائرات التي تطير بسقف لا يمكن أو بعلو لا يمكن للرادارات أن تلتقطه؟ أولا نترحم على الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء بإذن الله. أما بالنسبة عن سؤالك فمعروف أن الجيش اليمني سابقا أو حتى الآن لا يمتلك أي منظومات لرادارات متطورة. كان معنا منظومات رادارات قديمة من إيطاليا متهالكة تشتغل بالديزل، لا يمكنها أن تكتشف أي رادارات. ما معنا الآن هو يتبع التحالف وهي أنظمة حديثة مثل طائرة الأواكس، الذي تعتبر الأواكس هي كلمة اختصار لكلمة منظومة السيطرة والإنذار المبكر المحمولة جوا. وهذا النوع من الطائرات يمكنه كشف الطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة، ويمكنه أيضا مراقبة السفن والمركبات على مسافة بعيدة والسيطرة على ساحة المعركة. لا تحققوا بأن الطائرة تطير على مستويات أو على ارتفاع منخفض. النوع هذا من الطائرات طائرة الأواكس طائرات حديثة جدا، مميزة الرادار لهذه الطائرة أن هذا الرادار هو الرادار الأول في العالم الذي يتمكن من كشف الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة. نعم، إذا لما لم يتم استخدام مثل هذه الطائرات أستاذ وليد؟ يعني خاصة يعني أن الموضوع عرض عسكري في قاعدة عسكرية مهمة وبوجود قيادات عسكرية عليا أيضا. هذا أمر مريب. لا يعقل أن يحشد الجيش إلى عرض عسكري بمناسبة سنة جديدة تحضر معظم أكبر القيادات العسكرية أو أكبر القيادات في السلم العسكري بدون أي إجراءات أمنية واحترازية. كان المفروض أن تكون في هناك طائرات دوريات جوية، يكون هناك دوريات ورادارات جوية محمولة جوا تشتغل على طائرة كطائرة الأواكس، ويكون هناك حتى نقاط مراقبة بصرية على الأرض متقدمة على الأرض بمسافة 5 إلى 6 كيلو. المعروف عن الطائرة هذه، أنا أتذكر قبل 4 أو 5 أشهر شاهدنا طائرة هنا في المنطقة بجبهة الكدحة تطير على ارتفاع منخفض وحتى لها صوت ضجيج بإمكان أي شخص أن يكتشفها، وتم ملاحقتها وإسقاطها في منطقة الخيامي. أما أن يزاق بجيش وقيادة عليا وهكذا بدون أي نقاط مراقبة، ما هو التفسير لذلك من وجهة نظرك؟ يعني هل تجد أن هناك أنا أعتقد المفروض على القيادة العسكرية بما فيهم أولا القائد على القوات المسلحة والآن الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يشكل لجنة طارئة للتحقيق في هذا الأمر. هذا أمر خطير جدا اليوم. نعم، هذا ما حدث في البيان، يعني تم تشكيل لجنة ولكن نعلم تماما يعني للأسف الشديد مجرد سمعنا بتشكيل لجنة أنها قضية ستقيد ضد مجهول ولن نعلم يعني حتى تبعات التحقيقات التي تحدث. ستكون هذه اللجنة كسابقتها، نحن نريد جدية في التعامل مع هكذا أحداث خطيرة أو أحداث خطيرة تمس جيشنا أو تمس القيادة الأولى في الجيش. هذا لا يعقل. المعروف أنه قبل أعتقد 2 أو 3 أشهر عبر المراقبة الجوية القوات السعودية تضرب طائرة في مطار صنعاء قبل إقلاعها، وهي نفس الطائرة. ليش ما الطائرة تقلع من صنعاء وتصل إلى محافظة لحج إلى قاعدة العند أكبر قاعدة عسكرية في البلاد دون أن تقصر؟ نعم، إذا شكرا جزيلا لك وليد الخولاني الضابط السابق في الجيش اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، ما هو تعليقك يعني على حديث السيد وليد وهو يتحدث عن وجود طائرات تسمى الهواكس تقريبا إن أدركني الاسم، وهي طائرات قادرة على متابعة مثل هذه الطائرات المسيرة وبدون طيار، وقادرة أيضا على كشفها من مسافة بعيدة، لما لم يتم استخدامها في مثل هذه الفعالية العسكرية الكبرى التي يحضر فيها قيادات عليا والتي تعد يعني في قاعدة مهمة كقاعدة العناد؟
أولا طائرة الأوكسيد طائرة استراتيجية وليس طائرة تكتيكية حتى تستخدم لحماية عرض. طائرة الأوكسيد وأعتقد أيضا أن منظومة الرادارية حقها لا تستطيع أن تكتشف الأهداف الجوية الصغيرة يعني مثل الطائرة بدون طيار. الطائرة هذا للعلم طولها لا يتعدى 3 كيلو متر الطول يعني والوزن حقها خفيف جدا. فأعتقد منظومة الأوكس حتى لم تدخل اليمن بالإطلاق لا هي موجودة في عدن ولا موجودة في أي مكان. ليست موجودة مع التحالف أيضا؟ موجودة مع السعودية، يعني السعودية هي الدولة الوحيدة الموجود معها في المنطقة ضمن دول المنطقة. السعودية يعني هي الدولة الوحيدة التي تمتلكها وهي مخصصة مش لاكتشاف الطائرة بغير طيار أو لاكتشاف الصواريخ البالستية، مخصصة يعني لاكتشاف هجوم طيران معادي يعني هجوم استراتيجي من قبل طرف آخر. فمش معقول انه كل ما عملنا عرض عسكري تجي وتكلفه تشغيلها كبيره جدا. مش معقول ايضا ننتظر الطائرات مسيره تضرب كيف ما تشاء لاننا لا نستطيع لان الرادارات لا تستطيع التقاطها يعني هذا ايضا يجب ان يكون هناك حل. هي ضربت حتى في مناطق داخل السعوديه ما فيش حاجه تقدر تمنع الطائره بغير طيار الا الاسلحه الشخصيه والرشاشات المضاده ضربت داخل السعوديه وادعى الحوثيين وضرب في ابو ظبي. وأعتقد ما فيش حاجة تقدر تمنحها. لكن الحاجة الأهم عرض عسكري في منطقة العدد والحوثي في الجهة الغربية في الجهات المحاذية من تعز على بعد 40 كيلو أو 50 كيلو. السؤال لماذا العرض العسكري في هذا الظرف؟ نعم إذن اسمح لي أن أخذ سؤالك هذا وأعيده للعميد محمد. سيادة العميد يعني فعلا لما لا يتم إيقاف مثل هذه العروض العسكرية؟ نحن في حرب، المنطقة قريبة جدا كما تفضل الأستاذ عبد العزيز من تواجد الحوثي، لا داعي للزج بالجيش ولا بقياداته بهذا الشكل، وخاصة أن لدينا تجارب سابقة مؤسفة أيضا. يعني العرض العسكري هو كان للتدشين العام التدريب الجديد، وهذا الأمر يخضع إلى تقديرات القيادة بإقامته أو إلغائه أو مثل هكذا أمور. وهذه التقديرات هي التي كانت تقديرات خاطئة من حيث المكان أو من حيث عدم تأمين المكان. نحن نتكلم على قدرات الجيش الوطني ويمكن محاسبة بعض القصور والتراخي لأنه لا كان التسليح أو الأسلحة الرشاشة كان يمكن تنظيم خلال فترة العرض العسكري تنظيم استطلاع بصري بالمناظير العادية بالعين المجردة واستخدام تنظيم شبكة نيران من الأسلحة المتوفرة ويمكن كان أن يسقطوا هذه الطائرة. هذا الأمر في هذه النقطة يمكن أن يحاسب العرض وتقدير تقييم أنه إقامة عرض في هذه المنطقة يمكن محاسبة عناصر أو ضباط من الجيش في هذه المسألة بالخصوص لأن الجيش القوات المسلحة مؤسسة الأمن والدفاع هي مؤسسات سيادية لا يمكن لها أن تقول نقص إمكانيات أو لا يوجد لدي وليس وزارة الثقافة وليس وزارة السياحة. هو لازم يعني ينفذ مهامه بالمتوفر. هو هكذا وجد ليقوم بمهامه في الظروف الصعبة والظروف الاستثنائية ولهذا يسمى وزارة سيادية والموظف اللي فيها بوظيفة سيادية. ونقص الإمكانيات هذا أمر آخر يطالب فيه القيادات العسكرية بتوفير يطالب الرئيس يطالب التحالف في بعض الأسلحة في بعض الأهداف ده شيء يعني لابد أن يكون شيء طبيعي. لكن ماذا متوفر معي ما هو المتوفر كيف يمكنني يعني إغلاق هذه المنطقة كمنظومة دفاع جوي لإقامة عرض عسكري لمدة ساعتين لمدة 3 ساعات. هذا الأمر يجب أن يؤخذ بالحسبان وأي تقصير يجب أن يتحاسب فيه القيادات التي مسؤوليتها المسؤولية الجغرافية في هذه المنطقة ومسؤولين الاستخبارات الذين يجب أن ينظموا يعني الاستخبارات في الجيش بشكل عام. ونحن نعرف أن الجيش أصلا تأسس في 2015 كل القيادات
القيادات العسكرية اللي شفناها في المنصة كانت بشكل مقاومة، هم الوحيدين الذين كانوا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية الصحيحة، ولكنهم كانوا يقودوا مجاميع من المقاومة وقاموا بتأسيس هذا الجيش، منهم اللواء ناصر بارويس وكان أحد المقاتلين في الحرب، الشهيد جعفر محمد سعد، اللواء الشهيد علي ناصر هادي. هذا بنيت نواة الجيش الأولى خاصة في قطاع عدن وفي قطاع مأرب أيضا، كان المقدشي أول تأسيس لنواة الجيش من اتجاه اللواء اللي في العبر. هذا الأمر واضح، والوقت القصير هذا لم تتوفر كل الإمكانيات. نحن في مرحلة تأسيس ونحن في مرحلة نوع من الفوضى العسكرية أو التسلسل العسكري القيادي. نعم. كل القيادات يعني أكثرها من المقاومة، ووحدات الجيش يعني تحددت في الوقت القريب وتأسست. الجيش بشكل عام كان مستولى عليه من الميليشيات الحوثية باتفاقه أو بتحالفاته مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هذا الأمر حتى الوحدات العسكرية اللي موجودة كانت في عدن هم مشت ونهبت. نعم. وانتهت بشكل كامل، ونحن نعرف أنه تأسيس من جديد. يمكن أن نبرر هذه القيادات كثيرة، لكن كان لابد أن يتصرفوا بما هو موجود وبتقدير الأمور بطريقة صحيحة. نعم. إذا أعود إليك أستاذ عبد العزيز، يعني مسألة التراخي كما تفضلت ومسألة القصور أيضا، يعني اللجنة العليا الأمنية العليا أصدرت بيان، هل تجد أن البيان جاء على مستوى الحدث؟ المطلوب في هذه الحالة ليس أصدر بيانات، وإذا كان البيان توضيحي يعني للرأي العام فقط للاستهلاك المحلي وللتبرير وكذا، المطلوب يعني محاسبة القادة المقصرين وعزلهم، وبعضهم قد توجه له تهمة الخيانة العظمى. هذا أولا. ثانيا، المطلوب رد فعل ضد الحوثي بعملية مماثلة، تضربه في العمق، تضربه في صنعاء، تضربه في دمار، تضربه في عمرة. ليس المطلوب إصدار بيانات، احنا في حالة حرب، يعني ما احنا شفنا بلاد القصائد الشعرية أو حروب بيانات أو مفاوضات سياسية. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله، وقف إطلاق النار شمل مدينة الحديدة فقط، يعني الجبهات يتحركين كرد فعل، الاستقلال الإعلامي للحادثة أمام المجتمع الدولي، لكن أصحابنا مقصرين في كل حاجة. المفروض رد عسكري على العملية العسكرية، عملية مماثلة مقابل العملية على الأقل، على أقل تقدير، لكن إصدار بيان ايش يصلح فيه؟ لا لا لا، يعني هو عباره عن غيره للاستهلاك. حتى اللجنه الرئاسيه التي شكلها رئيس الجمهوريه غرضها تبيع القضيه وتمويتها. متى قد لجنه من اللجان التي شكلها الرئيس هذه انجزت مهمه واحده؟ هاتي لي لجنه واحده انجزت مهمه واحده. اي لجنه شكلها حتى في الشان الرياضي مش في الشان العسكري او السياسي؟ الرئيس عبد الرب منصور هذه هو جزء من الفشل الحاصل بالحين، وسوء اختيار القيادة العسكرية أحد الأسباب. نعم. نعم. إذن يعني هناك أيضا من يقول سيادة أستاذ عبد العزيز يعني أن الإخفاق في معركة التحرير تحرير تعز أثر في ترك هذه المواقع مكشوفة. أنت تتحدث عن يعني مسافة قصيرة بين العرض العسكري الذي حدث والذي يعني لم يكن له داعي في هذه المنطقة والتي تعد قريبة من تواجد الحوثي بمسافة تقريبا يعني 150 كيلومتر كما تفضلت أو أقل، هل ذلك أثر فعليا؟ اولا، قضيه العروض العسكريه في زمن الحروب مش موجوده في اي مكان في العالم، في اي مكان في العالم غير موجوده، الا في حاله تدريبيه بعيده عن ساحه الاشتباكات. ما يحصل هو تهريج، يعني نوع من التهريج العسكري والاعلامي، وربما الاستحواذ على اموال موازنه يعني في هذه الاحتفالات. طبعا عمليه تحرير تعز او عدم، طبعا هذا المناطق كان بالامكان تحريرها بدايه الحرب عقب تحرير عدن، ولم يكن يتواجد فيها حوثي واحد في المناطق الغربيه من الغربيه والشماليه الغربيه من العند. لكن الامور السياسيه او رب القرار العسكري بامور سياسيه ادى الى ان الحوثي يتخندق فيها ويتسلح فيها، وثم يعني عدم دعم تعز واسناد تعز وزرع ميليشيات وخلافات في تعز، وجعل المقاومه في تعز سترة حرفي بينها البين، واصبحت مقاومه تعز عاجزه عن ان تحرر حتى شارع، وهم الذين استطاعوا في وقت من الاوقات بعده بالافراد
أن يصدوا ألوية الحرس الجمهوري ويبيدوا كتائب الموت الحوثية، وهم كانوا أفراد. لكن بعد أن كبر الجيش وتضخم فيه تعز برضو سرى عليه ما سرى على بقية الجيش الوطني من تعيينات الفاسدين والتعيينات بالمحسوبية، وأصبح وعدم مساعدة تعز أو اشتراط أعطيش على سبيل المثال حمود المخلافي مفجر المقاومة في تعز، والرجل الأول الذي قاتل في تعز أين هو الآن؟ لا يستطيع أن يدخل تعز. فأكيد وبلا شك يعني أن عدم تحرير تعز بيأثر. أنا أتكلم عن الجبهات بشكل كامل، يعني متوقفات الآن كلهن، ما في جبهة شغالة. والحوثي هو من يهاجم، هو من هاجم في صروح، واليوم هاجم في العند، وقبل فترة هاجم في قانية في البيضاء. الحوثي هو من يهاجم. الشرعية ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر الشرعية؟ وجميع الانتصارات التي أعلنها الجيش الوطني في صعدة هي انتصارات يعني إعلامية، ليس لها أي يعني صدى في الواقع، يعني ما فيش حاجة جديدة. الآن مر علينا حوالي 3 سنوات لا يوجد انتصار حقيقي أو فعلي. وللعلم الحوثي، الذي أريد أن أقوله أن الحوثي يسعى إلى امتلاك تقنيات عسكرية متقدمة، مثل الطائرات بدون طيار، مثل تطوير الصواريخ، مثل أسلحة نوعية مضادة للدروع، بينما الشرعية لا تفعل شيء. لم تشتري حتى طلقة مسدس من بداية الحرب حتى الآن، معتمد على التحالف. ولو انسحب التحالف بكرة سوف تتهاوى هذه المناطق كلها، لأنه لا يوجد سلاح لدى الجيش الوطني. إذن شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك سيادة العميد، يعني انتقد الأستاذ عبد العزيز وجود بيان فقط وتشكيل لجنة، كان يفترض بالحكومة الشرعية من وجهة نظري أن تقوم بخطوات إجرائية أكثر، هل تتفق مع هذا الطرح وما الذي كان يفترض عليها عمله من وجهة نظرك؟ أعتقد أنه بيان الحكومة اليوم كان بيان موزون وفي الصميم، وهو يعني أشار إلى تحدي لمجلس الأمن. ما حدث اليوم وما فعلته الميليشيات ليس عملا عسكريا لأغراض تكتيكية، ولكن كانت أغراض استراتيجية، وبالتالي هذا الأمر كان غير مقبول بعد التوصل إلى اتفاقيات خاصة بوقف إطلاق النار في الحديدة والترتيب لما بعد، أيضا تنفيذ مشاورات السويد الخاصة بالحديدة. هذا الأمر كان البيان سياسي مضبوط، والرئيس عبد الرب منصور هادي كان كلامه للسيد جريفيث واضح، وكما وصفه أيضا جريفيث في الإحاطة أنه كلام بناء، قال له هكذا: إلزام عليكم، إلزام هذه الميليشيات بالتنفيذ، بمعنى الإلزام بمعنى القدرة أو تحقيق بعض الوسائل التي تحقق الإلزام. أما هكذا فالذي نراه يعني لا يمكن لهذه الميليشيات أن تلتزم بهكذا وضعية وبهكذا آلية تنفيذ. السيد يعني الجنرال باتريك يجب أن يواجه بصناعة حلول لا يستطيع أن يرفضها، وبالتالي سنعرف إذا كان مسألة جادة لديهم أو أنهم يراوغوا من أجل خدمة الميليشيات نفسها. نعم، شكرا جزيلا لك العميد محمد جواس الخبير العسكري، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.